اصلا بتعلموا القرايه. ايوه يعني الدراسات العليا عموما بتعلمك انك تضغط نفسك وتقرا، ايوه هي وكمان بتعلمك انك انت تبقى ريسيرشر، يعني اهم شيء ما انك انت القراءه فقط. أيوة يعني سبحان الله. يعني انك انت كيف تبحث، كيف انك تطلع المعلومه المفروض انها هي معلومه مهمه بالنسبه لك، تتجاهل المعلومات الغير مهمه، وكيف انه تستفيد من المعلومه مثلا يعني وضعها مثلا باحث غيرك، وكيف انك تستفيد منها في بحثك. صحيح. فدي اهم شيء، يعني مرحله الدكتوراه اصلا الاساس فيها انك انت كيف تطلع ريسيرشر، يعني كيف انك تطلع التعليم باحث الذاتي، كيف تقدر تعلم نفسك. بالضبط كده. أيوة. بالضبط كده. انا بس عندي نقطه في قصه مناهل دي. يعني دائما هي زي ما قالت، الدكتوراه والماجستير بيعلموك انك تبحث. ايوه. يعني اي حاجه، يعني الان انا مثلا اي شيء حتى لو وصلتني رساله في الجروبات، اول حاجه لو لقيتها غريبه ما مرض علي بدخل النت ببحث عنها عن صحتها، خاصه الحاجات اللي فيها احاديث دينيه وكده، فبحس انه الحديث غريب كده فبدخل. فكنت مره في ماليزيا، في عندنا جروب في الاسره، يعني انا اثناء ما بقرا بتجي رساله طبعا بتكون زهجان بفتح الرساله، فلقيت حديث كده غريب، المهم ما مر علي قبل كده، طوالي دخلت فتشت صحة الحديث، لقيت الحديث غلط، المهم لا يصح نشره، طوالي لصقت لهم الكلام لا يصح نشره واديتهم البراهين وكده. فالمهم اخذوا يومين ثلاثه كده، وتاني قام رسلوا حاجه ثاني دخلت وعدلتها. فعندي اختي اسمها سنه بتقول لي، رسلت لي في الخاص نجي شوفي قرايتك وشوفي شغلتي، طفشت الناس من الجروبات. فدي هي الميزه، انك تكون باحث. ايوه فعلا، دايما بتتقص على المعلومه، يعني بشوف صحه المعلومه. ايوه فدي بقت حاجه طوالي غريزه فيني، اي حاجه بدخل اشوف صحتها. لكن مرات عم جوجل ده برضه ممكن يوديك في التاتا. والله يعني عندي مواقع بتكون يعني مثلا مواقع معتمده مثلا بالنسبه لي، وهي بتكون معتمده عموما في المواضيع مثلا انا عايزاها.